حسين صياد كابتن منتخب كرة اليد. طبعا هذا السؤال واجد سألناه احنا، الشعور ما تقدر توصفه، بس يمكن هذا اهم لحظة تاريخية في مسيرتي انا، واتوقع اغلب اللاعبين شاركوني نفس الشعور. يعني تعرف تأهل الأولمبيات اهم حدث في العالم لان بالنسبة لنا كرياضيين، يعني فالشعور لا يوصف. الحمد لله ان احنا قدرنا نتأهل للأولمبيات. اول شيء ان شاء الله يا رب ان احنا يعني تخلص الجائحة هذه وترجع للدنيا والحياة طبيعية. تمارين أكيد مو بس بالنسبة لنا احنا، بالنسبة للعالم كل الوضع جدا صعب في ممارسة الحياة الطبيعية، مو بس ممارسة الرياضة، من ناحية المباريات الودية، الاستعدادات، حتى تواجدنا احنا، الفحوصات المتكررة بشكل يومي، واجد صعب الموضوع. بس هذا الوضع اللي احنا قاعدين نعيشه، فان شاء الله يا رب ان احنا نتغلب عليه يعني وترجع الأمور طبيعية يا رب. والله الأولمبيات أصعب من كأس العالم، أصعب من بطولة آسيا، أصعب من كل البطولات اللي شاركنا فيها. طبعاً أقوى 12 منتخب في العالم تتكلم. طموحنا إن إحنا دائماً منتخب اليد ما شاء الله معروف عنهم، دائماً يطمحون إنهم يظهرون بصورة طيبة. إن شاء الله يا رب الله يوفقنا ويتحقق يعني شيء ما تحقق من قبل عشان هذا العالم.